عاهل سعودي يحمل إيران مسؤولية دعم الإرهاب، وترامب يؤكد عزمه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حلفاء واشنطن في المنطقة. حزب العدالة والتنمية يختار عودة أردوغان إلى قيادته بأغلبية كبيرة في مؤتمر طارئ في أنقرة. في فكرة توحيد اليمن تجدد دعوات الانفصال، والقيادة اليمنية تتعهد بالحفاظ على وحدة البلاد. أهلا بكم مشاهدينا إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من التلفزيون العربي في لندن. وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز انتقادات شديدة اللهجة للنظام الإيراني في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية، واتهم طهران برعاية الإرهاب العالمي والتدخل بشؤون دول المنطقة. كما أشاد الملك سلمان بتجربة المملكة في التصدي للإرهاب وتعهد بعدم التساهل مع مموليه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شارك في القمة إلى جانب قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية حض من جانبه الدول الإسلامية على التصدي للإرهاب بحزم، وأكد عزمه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حلفاء واشنطن في المنطقة. دونالد ترامب، الاسم الذي تردد كثيرا على الأسماع العربية ليس فقط لشعبويته وفجائية تصريحاته، بل أيضا لكونه قد وضع المسلمين في مربى نيرانه خلال حملته الانتخابية وفي قراراته التنفيذية فور تسلمه مقاليد البيت الأبيض. الرجل الذي كسر التقاليد الرئاسية وبدأ زيارته الخارجية الأولى إلى دولة عربية وإسلامية أراد أن يحتوي فضيحة سياسية تختمر في بلاده بشأن نزاهة وصوله إلى الرئاسة، فخرج من قمة جمعته بالعاهل السعودي برؤية استراتيجية تشمل تعاونا تجاريا بقيمة 50 مليار دولار واتفاقات دفاع عسكري بقيمة 350 مليار دولار، صفقة هي الأضخم على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة. وفي اليوم الثاني من زيارته وقع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز أمريكي خليجي لمكافحة تمويل الإرهاب. وتبع هذا اللقاء قمة جمعته بقادة 50 دولة عربية وإسلامية لبحث أزمات المنطقة وتوسع النفوذ الإيراني وسبل مواجهة خطر الإرهاب الدولي. وفي مستهل خطابه شدد ترامب على أنه لا يمكن لدول الشرق الأوسط أن تنتظر القوة الأمريكية لسحق الإرهاب نيابة عنها، رغم إقراره بأن غالبية ضحايا الإرهاب هم مسلمون. كما وأكد ترامب على وجوب محاسبة المنظمات الإرهابية وأدرج عليها كلا من تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وحزب الله وحركة حماس، ورفضت الأخيرة هذه الاتهامات وقالت إنها انحياز صارخ لإسرائيل. الحرب على الإرهاب ليست صراعاً بين الأديان والحضارات، ولكنها معركة بين مجرمين متوحشين يريدون إبادة الحياة البشرية وأناس متحضرين من كل الديانات يريدون حمايتها. إنها حرب بين الخير والشر. لم تغب الأزمة السورية هي الأخرى، فقد اتهم ترامب النظام السوري بارتكاب جرائم حرب بدعم من إيران، كما وحمل طهران مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة وخير النظام الإيراني بين العزلة أو الدخول في منظومة الدولية. يبدو أن جسور المودة في المنطقة قد شيدت إذن لإحياء ما يسمى بمحور الاعتدال السني في مواجهة الإرهاب والتطرف، ولكن تبقى الرهانات على نجاح الدور الأمريكي بقيادة ترامب في إحقاق الأمن والاستقرار في المنطقة رهانات كبرى. إذن في ردها على تصريحات الرئيس الأمريكي التي وصف فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس بممارسة شكل من أشكال الإرهاب، أعلنت الحركة رفضها لتصريحات ترامب واعتبرتها انحيازا للاحتلال. وأكدت حماس على أنها حركة تحرر وطني تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني. قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن تلك التصريحات مرفوضة وتعد تشويها لسمعة مقاومة الشعب الفلسطيني وتحريضا عليه وانحيازا كاملا للاحتلال الصهيوني. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص حركة حماس ووصفها بالإرهاب هو قلب الحقائق، تصريحات مرفوضة، فالإرهاب هو إرهاب الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب المجازر والجرائم اليومية وجرائم ضد الإنسانية
بحصار قطاع غزة وقتل جماعي في الضفة الغربية والقدس، وبالتالي هذا انحياز كامل للاحتلال الإسرائيلي ويؤكد على المسار الخاطئ للسياسة الأمريكية بخصوص شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة. فحركة حماس حركة تحرر وطني فلسطيني تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم وانتهاكات الاحتلال اليومية بحق أبناء شعبنا. فالإرهاب هو إرهاب الاحتلال، وأيضا هذا الإرهاب الإسرائيلي هو مدعوم وبغطاء رسمي أمريكي وبصمت دولي تجاه هذه المجازر والجرائم. للمزيد ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي حمزة أبو شنب، أهلا وسهلا بك. ترامب يصف حركة حماس بشكل من أشكال الإرهاب، استمعنا إلى رد فعل حماس، ما المتوقع؟ هل يفاجئ هذا التصريح بالنسبة لحماس وكيف ستتعامل مع ذلك؟ لا أعتقد أن التصريح يشكل مفاجأة أو خروج عن التقليد للسياسة الأمريكية. منذ عام 1992 و93 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر الاتصال بحركة حماس، بالذات بعدما كان هناك محاولة اتصال أثناء تواجد مبعدي مرج الزهور في جنوب لبنان. أيضا في عام 2001 أصدرت أمريكا قرار باعتبار حماس منظمة إرهابية، ولاحقت جميع أنشطتها وجميع المقربين بها والمحسوبين عليها في الولايات المتحدة واعتقلت عددا وصدرت أموال لها. أي أن السياسة الأمريكية في اتجاه حماس لم تتغير ولم يحدث عليها تغيير جوهري وفي هذا السياق. لكن هو السياق الإشكالية بالنسبة لحركة حماس بتقديري هو أن يتم الحديث في هذا المضمار وفي هذه القمة في ظل حضور الزعماء العرب وعدد من حلفاء حركة حماس كانوا حضور في هذه القمة، ولكن تجارب حماس أيضا بتقديري الماضية. عام 1996 عقد مؤتمر خصيصا في شرم الشيخ سمي بمؤتمر مكافحة الإرهاب، كان خصيصا لمكافحة حركة حماس وملاحقتها ماليا. ولكن يعني لكن لا أعتقد أن مثل الأهم هذا اليوم سيكون سيد خطوات أبو شنب فعلية. يعني بعد هذا التوصيف الأخير، هل من خطوات يمكن ترقبها من قبل الإدارة الأمريكية إزاء حركة حماس؟ يعني لن يكون هناك خطوات جديدة عما تم اتخاذه. قبل أيام قليلة فقط الولايات المتحدة أدرجت أحد القيادات العسكرية لحركة حماس ضمن قوائم الإرهاب، وقبل سنة من الآن أدرجت لي قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وعدد من القيادات العسكرية ضمن قوائم الإرهاب. إنما هو سيكون هناك الحملة مزيد من تكثيف الحملة على حركة حماس، والتي هي لم تتوقف طوال المراحل القادمة، ولن يكون بتقدير هناك وقائع ملموسة على الأرض تمس حركة حماس داخل قطاع غزة أو في الضفة الغربية بقدر ما هي ملاحقة مصادر التمويل، وهذا حاضر منذ سنوات عدة، ولكن ربما تشتد قليلا عما هي عليه، مما يدفع حماس إلى تغيير تكتيكاتها وتطوير علاقاتها في المنطقة على الصعيد الإقليمي. طيب ترامب يعني أعلن أنه سيتوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار جولته الخارجية، وهو يريد أن يكون وسيط للسلام. ألا يخشى من وضع حركة حماس جانبا من تهميشها من أي اتفاق محتمل؟ أعتقد أولا حركة حماس لا تؤمن بالعملية السلمية القائمة بشكلها القائم ومرجعياتها الحاضرة وطرق إدارتها، هذا أولا. الأمر الثاني، العامل المهم والمؤثر في أي قضية مرتبطة بالمفاوضات ما بين السلطة الفلسطينية وما بين الفلسطينيين وبين إسرائيل هو الجانب الإسرائيلي. على العكس تماما، إسرائيل بالنسبة لها هذا سيعزز حالة الانفصال وحالة الانقسام الداخل الفلسطيني. فإسرائيل لا تريد إجراء مفاوضات حقيقية، إنما ستتضرع بأنه هناك طرف لا يسيطر عليه الرئيس محمود عباس وهو حركة حماس، وتتشجع بأن لو أقدم الرئيس محمود عباس على أي خطوة مصالحة مع حركة حماس سيكون تعتبر حركة حماس إرهابية. لذلك بتقدير إسرائيل تسعى إلى بدء مفاوضات ولكن دون تقديم تنازلات حقيقية، وهذه استراتيجية إسرائيلية ثابتة منذ عقد من الزمان أنها تريد المفاوضات فقط من أجل المفاوضات وتحريك المفاوضات. والرئيس الأمريكي لا يحمل رؤية حقيقية ولا يحمل حلول حقيقية حتى يتم الحديث عنها بأننا أمام رؤية فعلا حقيقية يعني تجاه التداعيات السلام. ربما إنما هو يريد بالدرجة السلام الأولى. الاقتصادي وهي هذه الرؤية الإسرائيلية.
بالطبع هي هذا الأمر مرتبط بملف المصالحة الفلسطينية، وسيعزز الرواية الإسرائيلية بأن لا يمكن للرئيس محمود عباس أن يجري مصالحة مع حركة حماس لأنها حركة إرهابية بالمقياس الأمريكي. لكن كما قلت هم يريدون الإسرائيليين يريدوا من هذه الخطوات هي مزيد من الجرأة العربية تجاه التطبيع مع إسرائيل مع سلام اقتصادي. وشهدنا قبل وصول ترامب الليلة غدا سيكون في الأراضي المحتلة عام 48 إسرائيل، مباشرة قامت إسرائيل بتقديم تسهيلات للفلسطينيين، الإعلان عن مجموعة من التسهيلات، أي أنها تعزز فكرة السلام الاقتصادي. وكما قلت ترامب لا يحمل رؤية حقيقية إنما يحمل مجموعة من الأفكار، وهذا كان واضح عندما زار الرئيس محمود عباس الولايات المتحدة الأمريكية. لم يقدم له شيء، شرح له الرئيس محمود عباس ما لديه من اتفاقيات سابقة، ولم يحصل على دعم حقيقي أو هناك حل قضية حل فلسطيني إسرائيل على أساس حل الدولتين. لم يتطرق ترامب إلى هذا، ولا بتقدير لن يتطرق. لذلك هي محاولة لتحريك الملف أكثر منه لأنه يحمل رؤية حقيقية قد تفرض حلا تكون حماس مهمشة فيه، لأن إسرائيل تريد الواقع الفلسطيني أن يبقى ما بين الانفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة. جزيل الشكر لك من غزة الكاتب والباحث السياسي حمزة أبو شنب. في شأن فلسطيني آخر، أصدرت هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص على مدنين بالضلوع في عملية اغتيال القيادي في كتائب القسام مازن الفقهاء بعد عدة جلسات عقدتها المحكمة الأسبوع الماضي. الحكم يشمل المنفذ المباشر وشخصين آخرين شركا في عملية الاغتيال ورابعا فر من قطاع غزة. وزارة الداخلية في القطاع كانت قد كشفت عن اعتقال نحو 45 متخابرا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب اغتيال الفقهاء في 24 من مارس آذار الماضي. أصدرت محكمة الميدان العسكرية 3 أحكام بالإعدام بحق المدانين بارتكاب جريمة مقتل الشهيد مازن فقهاء. يعاقب بالإعدام كل من تخابر مع العدو الصهيوني حتى لو أعطى معلومة واحدة. قانون الدولي يقول في حالة أن وجود طيران حربي للاحتلال وعمليات حربية يكون هناك مبرر لتشكيل محكمة الميدان العسكرية، وكل الظروف من سلطة الاحتلال المتمثلة والتهديدات الحربية وكذلك خطورة الجريمة والمساس بأحد قادة المقاومة الفلسطينية أدى إلى تشكيلها، وهي شكلت وفق القانون المنصوص عليه، سواء قانون منظمة التحرير الفلسطينية أو قانون القضاء العسكري الصادر عن السلطة التشريعية بفلسطين، وهي السلطة الشرعية التي لا زالت تعمل وفق القانون. انتخب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية، وهو المنصب الذي شغله أكثر من 10 سنوات قبل أن يستقيل منه بعد انتخابه رئيسا للجمهورية عام 2014. وأيد المشاركون في مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة عودة أردوغان لقيادة الحزب، مستفيدا من التعديلات الدستورية التي سمحت له بالجمع بين قيادة الحزب ورئاسة البلاد بعدما كان الأمر محصورا قبل الاستفتاء الذي نظم الشهر الماضي. إيقاع ضبط جديد في صفوف حزب العدالة والتنمية، وقيادة جديدة تعيد الحزب إلى مؤسسه رجب طيب أردوغان. هي أولى نتائج التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث يسمح لرئيس الجمهورية الانضمام لحزب سياسي، خطوة تحمل الكثير من الأهمية كونها تعطي لقائد الحزب صلاحيات واسعة في إعادة ترتيب أوراقه في سدة الحكم. هدفنا الحالي هو تجديد كوادر حزبنا مع حلول نهاية العام الحالي. بعد هذا المؤتمر الاستثنائي سنعلن لشعبنا عن خريطة طريق مدتها 6 أشهر. فشل حزب العدالة والتنمية في كسب المدن الكبرى في الاستفتاء الشعبي أظهر مدى ابتعاد الحزب وقيادته عن الشارع التركي، إضافة إلى اعتراف أحد رموزه بفشل الحزب بإقناع بعض ناخبيه الذين رفضوا التعديلات الدستورية. كل هذا سيكون على أولويات أجندة الرئيس الجديد، بالإضافة إلى حلول جديدة لبعض الملفات المثيرة لاهتمام الشارع التركي.
لأول مرة في تاريخ تركيا يتولى رئيس الجمهورية قيادة حزب سياسي، فهذه الخطوة من شأنها أن تكشف عن سياسة جديدة لتركيا حيال ملفات عدة، أهمها التعامل مع ملف الأكراد والحرب على العمال الكردستاني، وكذلك الملف السوري والتطورات العسكرية على الحدود الجنوبية. فهذا الملف يحظى باهتمام كبير من الشارع التركي. ترأس أردوغان للعدالة والتنمية حمل معه بوادر تغيرات جديدة في بنية الحزب، بدأت في تعديل بعض مواد النظام الداخلي واستحداث منصب جديد هو وكيل رئيس الحزب ليناسب مكانة رئيس الوزراء بن علي يلدرم. ومن المنتظر أن يحصل تغيير كبير على مستوى القيادة وصولا إلى رؤساء الأفرع على مستوى المدن والمناطق في كافة المحافظات التركية. عودة أردوغان لرئاسة حزبه خطوة تعني الكثير في الحياة السياسية لتركيا، فهي رسالة للداخل والخارج بأن الرئيس الممسك بزمام السلطة راغب أيضا في ضبط الأمور في حزبه وقاعدته الجماهيرية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، أنقرة. قال الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إنه لن يسمح بتقسيم اليمن إلى دويلات وفقا لرغبات قادة الفصائل والجماعات. وأثنى هادي في خطابه بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية على دور الجيش اليمني والقوات الحكومية والتحالف العربي في التصدي للحوثيين وحلفائهم، وكان آلاف الجنوبيين نظموا مظاهرات في مدينة عدن للمطالبة بفك الارتباط عن الشمال واستعادة الدولة الجنوبية. ذكرى الوحدة اليمنية يمر عليها 27 عاما هذا العام. احتشد الآلاف من اليمنيين وغالبيتهم من أنصار الحراك الجنوبي السلمي الذي تأسس عام 2007. احتشدوا في مدينة عدن بالتزامن مع الذكرى مطالبين بفك الارتباط عن الشمال وتقرير مصير الجنوب تمهيدا لاستعادة الدولة الجنوبية بحسب الشعارات التي رفعت في المظاهرة. ويجدد الحراك الجنوبي تأييده للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه قبل أسابيع محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي مع عدد من القيادات الجنوبية. وكخطوة سياسية تم احتواء المجلس مؤقتا على الأقل عبر استدعاء الزبيدي والقيادات الجنوبية إلى الرياض ومكوثهم هناك حتى الآن. طبعا هذه المليونية اليوم تعبر عن الرغبة العارمة لأبناء الجنوب المضي بمستقبلهم نحو تحرير أرضهم وإعادة بلدهم التي اغتصبت منهم في العام 1994 على وقع السلاح. المجلس الانتقالي كان هو بمثابة الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح الذي يعد بمثابة الطريق إلى استعادة الدولة والمطالبة بحقوق الجنوبيين. حراك جنوبي تتشعب فيه الأجنحة، فبعضها موال للرئيس الجنوبي علي سالم البيضة شريك علي عبد الله صالح في إعلان الوحدة عام 90، وبعضها تتلقى الدعم من إيران حسب ما تفيد التقارير. بل أن الحراك يقع في حالة استقطاب سياسي، حيث برز مؤخرا دور الإمارات العربية في تدعيم فكرة التوجه الجنوبي بالانفصال، وهو ما ترفضه محافظات الشمال التي تحتفل بالذكرى وتمجد الوحدة اليمنية. تتابعون في هذه النشرة أيضا: هجوم واسع لقوات النظام السوري على مناطق خاضعة لتنظيم الدولة في ريف حلب. بدأت قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له في شن هجوم واسع على مناطق يسيطر عليها ما يسمى الدولة الإسلامية في ريف حلب الشرقي، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محيط مزرعة الأبقار وقرية عطيرة جنوب مطار الجراح العسكري شرق حلب. يأتي هذا الهجوم بعدما طردت قوات النظام مقاتلي تنظيم الدولة من ريف حمص الشرقية. إنه قتال مودع. تنظيم الدولة الإسلامية يفقد السيطرة على مناطق شاسعة من ريف حمص الشرقي. التنظيم الذي اشتهر بالانسحاب بدل خوض معارك خاسرة يترك قواته فريسة سهلة للطيران الروسي، فيما وصفه محللون بانتحار جماعي. قرية المشيرفة ومحمية التليلة تسقط بيد قوات النظام السوري بعد دك جوي مركز من سلاح الجو الروسي. مقاتلو تنظيم الدولة رموا بكل ما لديهم على قوات النظام التي تقدمت إلى المنطقة ببطء بدعم مدفعي وصاروخي وحشود من الميليشيات الأجنبية.
في منطقة أراك في ريف حمص أيضا تكررت القصة وتحولت مواقع التنظيم إلى أثر بعد عين. الطريق إلى دير الزور أصبحت مفتوحة أمام قوات النظام والميليشيات الأجنبية المتحالفة معه، فلا يلزمه سوى السيطرة على منطقة السخنة حتى يصل إلى هناك. طلقت العملية من ثلاث محاور. انهيار في السيطرة والقيادة يجعل تنظيم الدولة يتخبط ويكتفي بارتكاب مجازر متفرقة تجاه المدنيين في محيط المناطق التي يسيطر عليها. ففي قرية جزرة البوشمس بريف دير الزور تسلل مسلحون من التنظيم إلى القرية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وأعدموا 19 مدنيا رميا بالرصاص. وقبل ذلك قصف التنظيم عشوائيا أحياء خارج سيطرته في مدينة دير الزور نفسها، فلقي 15 مدنيا مصرعهم. هجمات التنظيم العشوائية تتصاعد وضحاياها أبرياء في أطراف المدن والبلدات والمناطق النائية، وليست لهدف عسكري محدد بل أعمال انتقامية لتنظيم يحتضر. قررت حركة مجتمع السلم الجزائرية الإسلامية عدم المشاركة في الحكومة بعد أن صوت ضد مقترح انضمام الحركة للحكومة 187 من أعضاء مجلس شورى الحركة من أصل 209. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجزائر حسام تكالي. التصويت بالأغلبية داخل الهيئة الشورية لحركة مجتمع السلم وضعها فعليا على سكة المعارضة مجددا خلال المرحلة المقبلة، مرحلة سبقها مخاض عسير رافقه حديث عن صراع داخل بيت الإخوان في الجزائر بين تيارين، أحدهما يدعم خيار المشاركة في الحكومة وآخر يرفضه. هل يمكن أن نسمي 9 أشخاص صوتوا بلا مع كل تقديرنا وحبنا لهم، ولكن هل يمكن أن نتحدث على تيار بهذا العدد؟ هذه أغلبية ساحقة. برفض حركة مجتمع السلم الجزائرية مساعي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لإشراكها في حكومة ائتلافية تعود إلى خندق المعارضة مجددا، خندق ترى بعض أحزاب المعارضة الجزائرية أن حمص غادرته يوم قررت المشاركة في الاستحقاقات، إلا أن الأخيرة تؤكد أنها منفتحة. الفضاءات التنسيقية والهيئة هي فضاءات للمعارضة، وحركة مجتمع السلم هي من مؤسسيها ومن الفاعلين البارزين في هذا الهيئة في هذا الفضاءين، وبالتالي مسألة النضال ومسألة المقاومة السياسية ومسألة التنسيق ومسألة العمل المشترك مع كل الأحزاب التي تتخندق معنا في صف المعارضة هذا بطبيعة الحال مطروح يعني. وأمام قرار الحركة عدم المشاركة في الحكومة يبدو بعض قياديها متخوفا من مستقبلها في ظل التوازنات الراهنة، لكن هذا العرض يضعنا في موقع ذات مسافات مع الجميع، مع المعارضة الذي كنا فيها، مع أحزاب الموالاة، مع السلطة والنظام، مع المقاطعين وحتى مشاب. وغادرت حمص الحكومة عام 2012 وتربط عودتها إليها بشرط نزاهة الانتخابات الذي تقول إنه لم يتحقق. إخوان الجزائر لن يشاركوا رسميا في الحكومة ويرفضون بذلك مساعي الرئيس الجزائري، قرار كان متوقعا بالرغم من أن مستقبلهم سيبدو أكثر غموضا في ظل التوازنات الراهنة وعلى مقربة من الانتخابات المحلية. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. كشف استطلاع للرأي أن نسبة رضا الفرنسيين عن رئيسهم الجديد إيمانويل ماكرون بلغت 62%، بينما بلغت نسبة الرضا عن تولي إدوار فيليب رئاسة الوزراء 55%. في المقابل وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد إيفوب لصالح جريدة لجورنال دو ديمانش، فقد عبر نحو ثلث المستطلعات آراؤهم عن عدم رضاهم عن رئاسة ماكرون، بينما ارتفعت نسبة المستائين من تولي فيليب لرئاسة الوزراء إلى 21%. شكرا للمتابعة. ختام النشرة، إلى اللقاء.